أما عن صلاة المرأة التراويح، هل الأفضل أن تصلي في المسجد أو في البيت؟ أقول مستعينا بالله، عندي نص ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. وعندنا نص آخر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وثالث: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فليأذن لها. فابتداء وإجمالا صلاتها في البيت أفضل، لكن إن كانت ستتكاسل في البيت أو إن كانت في المسجد ستحصل على علم شرعي أو على التقاء بالصالحات اللواتي يذكرنها بالله، فهذه تكون أمورا إضافية إلى الصلاة. أما إذا كانت صلاة مجرد صلاة، فإذا كانت تتقن الصلاة في البيت وتحسن الصلاة في البيت فهي أفضل من صلاتها في المسجد. أما إن كانت لا تحسن الصلاة في البيت وتتكاسل عنها، أو كان في المسجد مزيد علم أو مزيد لقيا بالصالحات لعلل قد يرجى نفعها، فحينئذ تأتي الأفضليات من وجوه أخر، والله أعلم.